السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على تاع هل يرحل تشحاق ما يرحلش. احنا ما عندنا ما دخلنا، حنا كي يهدر ذاك مكلف بالإعلام يعني يقول لك آخر مكالمة مع تشحاق. الله يسهل عليك خويا، انا يروح ما يروحش انا ما عندي تا اهميه. انا البنادم هذا خرجنا بلومي تور كوب دافريك من ميطال فيها، ميطال في الكوب دي موند، في ميطال في ليكيب ناسيونال. شو باش تعرفوا اللمسه تاع المدرب مكاش ما ولاش كاينه، باللي اللعابه كانوا موتيفين جابوا كوب دافريك. كاينه رجاله الجزائر، رجال الجزائر في الخفاء دمروا المنتخب الوطني، وشاهدنا في الفينال امام السنغال ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس، والاربيت قال له الي العب تاع قديولا اللي ضربها بيدو، الاربيت ما سيفلهاش نورمال. كانوا رجال واقفين، كانوا خاطش عليها. نقول انا نبدا نقولها لكم، كنت نقولها لكم من هذا تشحال كان يهدر في الارامسي، قال لهم نروح نجيب كوب دي موند. قلت له لازم يكونوا رجاله معك، ولازم يكون عندك التسيير يكون احسن من تدريب. الناس ولا تضحك عليا، يقول لك علاش تولي على التسيير احسن من تدريب؟ اليوم كاع رجعتوا كاع تعاودوا، قلت لكم تكذبونا وتعاودوا تولوا غير هدرتنا ولا تسمعوا هدرتنا برك. هذا مكان كنت نقول لكم لا، يجب ان يكون التسيير احسن من التدريب وتضحكوا علينا. وعند الخطره قدامنا نبداو كاليفيكاسيون كوب دي موند تاليه هذه، قدامنا نبداو قدامنا نلعبوا مع جيبوت مع بوركينا فاسو وكلش. ايا شو قلت لكم يا جماعه الله يجيب الحظ والسلامه، النيفو تاع اللعابه تاعنا راه متراجع والله العظيم. لان الناس اللي عايروا فيا في لي كومونتير، وصح صح صح، ناس كانوا مازالوا بغاو يديروا رجلين الفيغولي، فيغولي راح كمل فيغولي. قديورا خصمتو باللي كيما 2019 يا ودي عطاتو خطره هذا. انا ماذا بيا غير روح. انا شوف نقول لك كلمه يا جوحة انا نقولها لك ونعاودك، انا ماذا بيا تروح، خاطش انت والله ما اونترينر كاع، وراني صايم والله ما اونترينر، قسما بالله العلي العظيم راك اونترينر. انت الناس يتبر قال لك كولينا راه يهدر على الجزائر، يا ودي كولينا الاربيت هذا كولينا هذاك يهدر غير على بلادو بزاف. كيما كذبتوا علينا لافير تاع قال لك تاع ديزاربيت من الالمان كشفوا منا، لي زونغلي كشفوا، الاخرين كشفوا، الاخرين انتوما لي احنا اللي عندنا الحق، غير احنا برك اللي عندنا الحق. راكم تكذبوا كثر، كوراكم صايمين الكذب لكم صايمين، شو الكذب لكم تكذبوه على الشعب الجزائري. ايا ويره هذاك اللي قالكم باللي عندي الادله، ويره هذاك، ويره هذا اللي هول الغاشي، ويره هدرتوا على كلش، ما هدرتوش على الجانب الفني تاع المدرب. والله ما اونترينر كاع، والله ما اونترينر، ماذا بيا يروح، خاطش على هذا راه داير مشكله هنا في الجزائر. هذا تشحال راه داير مشكله في الجزائر، دار انقسامات، ما دار فوضى، دار فتنه ما بين الشعب الجزائري، دار فتنه وزاد راه دار فوضى في الاخرى في الاتحاديه، دار كلش دار فتنه. شوف اللي ما نجموش عليه، اللي ما نجمش عليه حداد وجماعه حداد في كره القدم، هذا راه طبقه بحوافره، هذا لونترينر هذا راه طبقه بحوافره. روح قينا، روح سيمانه وانا يوم عاقب يوم نجيب لك الرقاد، والله العظيم ماني طايقك يا ودي، واش صرالي والله ماني طايقك، نتبعك تالتاليه هذيا. ويش انا وين كشاب هذا مكلف، في الاتحاديه هذا يهدر هذا الشيتا، هذا الشيتا تاع بريتا، هذا تاع تشحال شيتا تاع تشحال، هذو هما اللي ركبوا له جنون العظمه. هذا مكلف، هذو الناس، هذو الاعلام، هذو هما اللي ركبوا، هما سبب مرض هذا المدرب، يعني مدرب جبان وغبي، وزادوا ركبوا له جنون العظمه.
داروا له جنون العظمه، خاطش عليه جبان وغبي. وزاد هذا الاعلام تاعنا زادوا له مرض اخر، مرض هو جنون العظمه اللي ما غادي يدير والو وما دير والو. انا نقولها لك، انت مدرب فاشل. علاه نقول لك مدرب فاشل؟ في 2019 جيت في ديك اسم النشر، اللعابه كانوا موتيفين، كانوا من كانوا رجال، دمروا في الخفاء. يعني شان بن صالح الله يرحمه راح لمصر، معناتها علاه راح لمصر؟ كنت تعرفوا علاه؟ تعرفوا كنت تعرفوا شكاين. حنا ديجا كاع لي ماتش تاعنا الشركه تاع الاشارات تاع طوطال هي اللي قلبت لنا كاع لي ماتش تاعنا. هذا مكان باش يكون على بالكم. وخروا عليك رجال، وخروا عليك رجال، جيت نقطه برك وخرجوك من الكوب ديموند رجال. وخروا عليك، جيت بنقطه من الكوب دافريك وخرج. بون حنا خلينا، كانوا لعابه من هنا جبنا كوب دافريك، يخرجوا ناس قال لك هذا بعد ذاك زكتوط ولا كيف يسموه، هذا بعده قال لك ندملوا هذا، يشد لنا الكابينه وك ما صار طاك 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 ولا جنون العظمه. 3 سنين هو قاضب، وقلتها لك 3 سنين لك انت ما عندكش لمسه. خاطر شد كونتر البوركينا فاسو، ما كاش اللي كان يقول لك في وقتك، كان يقول لك انت تلعب ما تغيرش الخطه، تبدل الاماكن. اليوم تا ولاو يهضروا فيها انت تبدل، ماكش تبدل، تبدل بوست. ما كاش اللي كان يقول لك، انا كنت نقول لك خاطر علاه ما يجيش واحد شعمل واحد شتهم يكتبوا قال لك او قال لك تم يطيح راكم تهضروا. لا انا باش تعرف شوبير روح لي فيديو قدم تاعي، تعرف شنو كنت نهضر، تعرف شنو كنت نهضر، روح. خاطر علاه انا دائما الناس اللي ما تعرف، الناس اللي يعرفوني دائما مي تبقى ديك كات مات ذاك ربع ايام ولا 5 ايام اي مباراه تاع منتخب وطني بنادم خاطش عليه منتخب وطني الجزائر. نشكر اللعابه، نشكر من تراخور تاع مشي هما بصح. كانت كي تكمل البارتيا كنا نهضروا العيوب، انا كانت كي تكمل البارتيا نهضر العيوب. يا جماعه انا يا جماعه الجمعه اللي فاتت من ربحنا 1-0 في جابوم، السبت الصباح درت فيديو شو قلت لكم؟ قلت لكم انا مانيش خايف من الكاميرون اودي، راني خايف من ماجر بلا شعر يتفلسف. وصح دار ديك الفلسفه تاعو تربح خويا، عمرونا هنا عمرونا، روح خاص دار فلسفه. دو دارو تروا اللي كان راقد جابه لعب، ايوا روح تربح. بيرون تاع 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 الطبيب تاع تاع غلطة سراي ارا ندبلوه ارا ونقولها لكم ونعاودها لكم، في غولي قتال تاع دراهم، في غولي غادي تسيبوا الشارع في الجزائر دراهم. انا نقول لكم انتوما اللي ما تعرفوش، انا نقولها لكم اللي غلطوكم. انا نقول واه يلعب منا ويلعب حار ويلعب منا والوطنيه، واه بصح على الدراهم قتال، الدراهم تسيبوا الشارع في الاتحاديه نورمال. خاص 2017 الناس اللي ما على بالهاشي بغى يلعبها، بغى يلعبها فرعون، الناس قالوا له ريح في بلاستك، هذا في غولي قالوا له ريح. ايا راه تربح هاي، خاص قال لهم لازم انا نخلص خير من قاعد اللعابه، ايا قالوا له ريح. هاك تشوف بعضك روح كي تقدر ببلاستك مليح روح خلص خير من الغاشي، باش يكون على بالكم. في غولي قتال تاع دراهم، وهو هذا التحق هو اللي عاود رد لهم ذاك الكبريو شو رد شواكرة، ردهم ديفيدير. بالك شفتهم ديفيدير ولاو ديفيدير اسي محمد. وانا لا بايرو غيرو، ها محلى فراقك الباب بيفوت جمل، عايز تزعل فازعل فاذهب، عايز تزعل فازعل فاذهب. هذه هي سمعت خرج وما ولاش اودي كوغي نسمعها تاع خرج وما ولاش اودي. انا ماذا بيا خاطر الناس هذا العاطفه تاع الشعب الجزائري ما على بالهمش باللي هذا اكبر خبيث، اكبر خبيث. انا نقولها لكم هذا اكبر خبيث، ماذا بيا يروح يخطينا متالي كاع. هذه هي وتحيه الجزائر.